وننساوك الماضي ونبعدوا عن الحساسات والمنكرات ونحافظوا على الحج متاعنا. احنا جينا مش ننسوا، جينا مش نبداو، جينا مش نبليو، جينا مش نصلحوا، جينا مش نطلبوا العفو، جينا مش نطلبوا الغفران، جينا باش نبنيو بناء جديد. نتعدى بهم اللي كان في روحي ونبدا نتدازوا على الماكله ونتدازوا على يعني شويه صبر على بعضنا في بيوتنا، نعديو على بعضنا، نعديو مع بعضنا. اللي مثلية فيها شويه زحرج لانه مش نعيشوا مع بعض مش صحيح. يعني ديما نعملوا النية الطيبة، علاش ديما نعملوا في النية المكعبسة؟ ولهذا احنا اللي مثلية بلا كبير. انا سيرتنا مسيبة على بعضنا يا ربي حرام. يا ودي في بيت ربي ما نسيبوا حد وما نخطوا حد. بعد جمعتين ثلاثة نرجع كالعادة نعري ونوري ونفصل ونرجع للتغطية يرجع نضيف طاهر بعيد على الأوزار وبعيد على المشاكل، لأنه الحج هو يعني طاعة لله سبحانه وتعالى. ما هو جاي مش يقولوا حاج ولا قالوا فلان، لا أنا جاي لله بيقول سبحانه يا عبدي جاني. وحتى ربي قال يعني ربي يقول لنا كما قال شيخنا يعني ربي باهي بهم الملائكة. ربي سبحانه واللي يوري في الملائكة يقول لهم شوفوا هالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدي محمد. أنا الشيخ صهيب البراملي الإمام الخطيب الجامع اليوسفي بالعاصمة والمرشد الديني لموسم الحج هذه السنة. احنا الان في اطار الارشاد الديني لحاجينا الميامين، نقوم بالاحاطه بهم وارشادهم وبيان كل مراحل الحج المختلفه، واحنا نسير بالمراحل. بعد مرحله الاحرام وبيان ظروف الاحرام واحكام المختلفه، احنا نحضر مرحله عرفات باعتبارها مرحله عظيمه ومرحله هامه، ونبين السلوكيات الواجب اتباعها في هذا المجال والنصائح اللي يجب اعتمادها، ونبين الاحكام الشرعيه والواجبات الشرعيه اللي يقوم بها الحاج يعني من استعدادات شرعيه من عباده ومن دعاء ومن حضور الصلوات والعبادات والادعيه والاختام القرانيه. ففي الاطار هذا هو تحفيز وخيانة الحجيج باستغلال هذا الوقت في العبادات وفي القربات وفي اصلاح النفس ان شاء الله. والحقيقه حجيجنا مستوعبين هذه المرحلة وأهميتها باعتبار أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فهذا يوم عظيم من أعظم أيام الإنسان في حياته، فيعود فيه الله سبحانه وتعالى ويسأل فيه الغفران والتوبة والهداية، وإحنا نعاونوه يعني باش يلتزم بهذه الأحكام الشرعية ويكون حقيقة حجه كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم حجا مبرورا ولا يكون له جزاء غير القبول والرضوان والجنة إن شاء الله تعالى. وانا جيت قبله ما يسالش نعدي خويا هو يعني تجاوز على حقي ما يسالش نعدي لبعضنا هالايامات هذيا وما نقعدوش، لانه ربي سبحانه في الايه سمحني على الاطاله انه ربي قال لا رفث ولا فسوق ولا جداء في الحج. مقسوم قسمين من نص النهار للمغرب هذاك واجب، واللي ما حضروش صلى الله عليه وسلم الحج عرفه. والتاكيد يعيشكم يعني الى حين المغرب ما نخرجوش من المخيم. يهلوا العباد صدقني ما عادش حتى كي تجي تكلموا كلامك صحيح اللي قلته من قبيله ما يبدا كلمة يا ليت احنا كمسلمين باش بعضنا ما يسالش علاش القرى يعملوها احنا ما نعملوهاش. هي تطير كيما بني هلال ناس هابطه الجرى كي نقول لك الريح طايرين اللي هذا يدخل وكذا والناس هابطه معنا شويه صبر. الصبر لا خير من الاخر ديما نقز احنا التوانسه ديما نقزوا هاو ذبحونا هاو طيشونا هاو تهرب الرحم كان عملوا معنا الباهي الحج عندك بل الغروب يعيشكم باش نتلموا مشايخنا واحبائنا حتى ارواحكم. انا من انصار ان المسلم يدعو الى نفسه، ادعو في اخلاص وفيه محبه وفيه يقين وفيه تركيز. ندعي ربي سبحانه وتعالى بعد ما نتحققوا الركن نتاعنا نمشيوا ان شاء الله، وماذا بنا لو نكونوا هادين منظمين نسبقوا يعني مش بالاحتجاجات راه مش يعني تجاوز الاخلاق، لا بالعكس احنا نسايس بعضنا. اللي ما يعرفش حاجه واللي عنده تجربه صغيره ومازال اول مره جاء ما يبداش يدهمك وحده، ما يجيش اي واحد يقول له هاو حاضر باش يمشي معاه، لا نسلم له ونتعلمه وناخذ الراي الصحيح وما ناخذوش الراي اللي يجي ما عند اللي يجي
وبعد نقعدوا نتندموا ونقعدوا نتبكاوا. يقول لك ساعة يعني الواقع عنده معوقات، عنده مشكلات، يحاول مش يسهل لك. يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، يا ربي سامحني، يا ربي سبحانه يحب الاستغفار. وخاصة كل أمهات، كل أمهات الصالحات، كل أمهات ذوقوا يعني لأنه الدين هذا من جملة ما يحبه ربي سبحانه وتعالى. وإحنا ذكرى ربي يحب الذكرى الطيبة مع الله، يحب التواصل. أنه الأيام هذه نقضيها في خير كثير. على الأقل يعيشكم ونعاود، سامحوني أنه طولت عليكم، لكن نكبرش عليكم. آمين، مقبولين، توابين، مغفور لهم يا رب العالمين. بركات وأيام توبة وأيام صلاح وأيام غفران وأيام تعنا ولا تعن علينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم أثمنا ولا تهمنا. ما تغضب منه يا رب العالمين. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، ويسر أمورنا يا رب العالمين، واجعلنا من المرضين المقبولين يا رب العالمين. اللهم احنا مسلمين وامتنا مسلمين وبعثنا مسلمين واحفظنا بالاسلام يا رب العالمين. اللهم اعنا على حجتنا يا رب العالمين، ويسر لنا حجتنا يا رب العالمين، ويسرها لنا بالقبول والغفران والتمام يا رب العالمين. اللهم اجعل حجتنا ميسورة مقبولة مغفورة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا غانمين ميسرين مكرمين مقبولين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان، وثبتنا على التوحيد، واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت تفضل عنا يا رب العالمين. اللهم اسعدنا بيوم عرفات، اللهم اسعدنا بيوم عرفات، واجعله يوما مقبولا مرضيا يا رب العالمين. اللهم اسعدنا به في الطاعات وفي الخيرات وفي العبادات يا رب العالمين. اللهم اكرمنا بالجنة واكرمنا بالدعاء. اللهم اكرمنا باستجابة الدعاء. اللهم اكرمنا باستجابة الدعاء. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا ورضيهم عنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجمعنا به في الجنة، واجمعنا به في الرضوان يا رب العالمين. اللهم احفظ زوجاتنا وأولادنا وجيراننا وبناتنا وأولادنا وسائر المسلمين يا رب العالمين.